بكم إلى برنامج 19 الذي يمتد على مدى ساعتين، وهذه أبرز عناوينه. أوستن يتفقد القوة الأمريكية في المنطقة بدءا من تل أبيب، وأمن البحر الأحمر يطغى على غزة. بوادر اتفاق في مجلس الأمن على توصيف الأعمال العدائية في غزة مع ملامسة ضحايا الحرب 20,000. في أول اتصال بعد فوزه بولاية ثالثة، السيسي يستعرض مع غوتيريش جهود مصر لوقف النار في غزة وإيصال المساعدات. العراق يطوي صفحة أول انتخابات محلية منذ أكثر من عقد، ويؤكد أن الخطة الأمنية مستمرة حتى إعلان النتائج. من باب الحرب في غزة، عادت أمريكا بقوة إلى الشرق الأوسط، زيارات متتالية من رأس الهرم الرئيس الأمريكي إلى وزيري الخارجية والدفاع، مرورا بمستشار الأمن القومي الأمريكي. زيارات توحي أن النقاشات تركز بالإضافة إلى التطورات في غزة وإطلاق الرهائن على مسائل تتعلق بإجراءات لمنع اتساع رقعة الحرب في اتجاهات كثيرة، إلا أن مراقبين يرون بالتحركات الأمريكية من زيارات وحجم انتشار عسكري متزايد وإعلان عن تحالف بحري يضم دولا جديدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر يوحي بعودة أمريكية إلى خريطة الجغرافيا الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط. ومن هنا يضع المراقبون زيارة لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي إلى إسرائيل، ومنها إلى قطر والبحرين، والتجول على القواعد والقطع العسكرية الأمريكية في المنطقة أن عنوانها الخارجي غزة، في حين أن أولويتها الرئيسية حماية أمن البحر الأحمر. وهنا تفيد مصادر الحدث بأن واشنطن طلبت من تل أبيب عدم التدخل بالمواجهة مع الحوثي في البحر الأحمر. هذه الهجمات عشوائية وخطيرة، لذلك نتخذ خطوات باتجاه بناء تحالف دولي لمواجهة هذا التهديد. وهذه المسألة لا تخص الولايات المتحدة فحسب، بل هي مسألة دولية وتستحق ردا دوليا. لذلك سأعقد اجتماعا وزاريا مع وزراء الدفاع لمناقشة الرد على هذه التهديدات. هذا وأشار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى جهود واشنطن لتهدئة المنطقة بالتزامن مع الجهود الإيرانية للتصعيد. بينما نسعى إلى تهدئة المنطقة، تسعى إيران إلى التصعيد، وذلك باستمرار دعمها للجماعات الإرهابية. الهجمات التي ينفذها وكلاء إيران تهدد المواطنين في المنطقة وتزيد من خطر الأزمة. الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحرب، ونطالب إيران بخفض التصعيد. أفادت مصادر الحدث بأن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بعدم التدخل في المواجهة مع جماعة الحوثي في البحر الأحمر، مضيفة أن الولايات المتحدة حذرت إيران أيضا من العبث في الملاحة الدولية عن طريق الحوثي. وأكدت المصادر أن زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى المنطقة هي بمثابة رسالة تحذير لإيران. وأشارت مصادرنا إلى أن ضرب إيران من ضمن التحذيرات الأمريكية لوقف العبث في طرق الملاحة الدولية. وفي تواصل لهجمات الحوثي على السفن في البحر الأحمر، أعلنت هيئة تابعة للبحرية البريطانية أن قوة بحرية متعددة الجنسيات أحبطت هجوما بخمسة زوارق على سفينة شمال غربي جيبوتي. وكانت هيئة عمليات التجارة البريطانية كشفت عن تعرض سفينتي شحن تجارية لإطلاق نار قبالة سواحل اليمن الغربية. وأوضحت الهيئة البريطانية أن انفجارا أصاب إحدى السفن قبالة ميناء المخا
فيما هاجم مسلحون سفينة أخرى شمال غربي المخا وأجبروها على تغيير مسارها، مؤكدة أن السفينة وطاقمها في أمان حاليا. وتبنى الناطق العسكري لميليشيات الحوثي تنفيذ الهجومين بطائرات مسيرة ضد السفينتين. وكان مسؤولان أمريكيان كشفا في وقت مبكر اليوم عن تعرض سفينة في جنوب البحر الأحمر لهجوم بمقذوفات تم إطلاقها من مناطق سيطرة الحوثيين. المسؤولون الأمريكيون قالوا إن المدمرة USS كارني استجابت لنداء استغاثة من سفينة تحمل اسم سوان أتلانتيك عقب تعرضها للهجوم. وتأتي هذه الهجمات بعد شهر من إعلان الحوثيين حظر مرور جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، في حين تنفي إسرائيل علاقتها بالسفن المستهدفة. وفي السياق، أعلنت حكومة النرويج أنها ستشارك بما يصل إلى 10 ضباط من البحرية في قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات محتملة بقيادة الولايات المتحدة، وذلك لحماية مسارات الشحن في البحر الأحمر. من جانبها، دعت البعثة البريطانية في الأمم المتحدة إلى إجراء مناقشة في مجلس الأمن حول تهديدات الحوثيين للأمن البحري، وطالبت البعثة أعضاء المجلس بوقف هجمات الحوثيين وإجراءاتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن على الفور. تلعب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية دورا محوريا في الإبلاغ عن الحوادث البحرية التي تجري في منطقة باب المندب، وفي تحذير السفن التجارية من أجل تجنب مناطق الهجمات التي تزايدت وتيرتها في الأسابيع الماضية. فمن هي هذه الهيئة؟ هيئة عمليات التجارة البحرية تتبع لوزارة الدفاع وتندرج تحت البحرية البريطانية. مهمتها الأساسية تبادل معلومات بين الجيش البريطاني وهيئات التجارة البحرية الدولية، كما تعمل كنقطة اتصال أساسية مع السفن التجارية وتقديم المشورة لها في حال وقوع حوادث في المنطقة. عملت الهيئة في الأسابيع القليلة الماضية على رصد وتتبع التهديدات والهجمات في ممرات الملاحة مقابل السواحل اليمنية، وتساعد الهيئة القوات البحرية البريطانية في تأمين سلامة السفن بالتعاون مع الاتحاد البحري الدولي والقوات البحرية المشتركة متعددة الجنسيات. مع إعلان جماعة الحوثي مسؤوليتها عن سلسلة الهجمات ضد السفن، قالت إنها مملوكة أو مرتبطة بجهات إسرائيلية. تسعى الدول الغربية إلى توسيع القوة البحرية المتعددة الجنسيات في منطقة البحر الأحمر، وهو ما يلقي الضوء على دور البحرية البريطانية في هذه الجهود. من لندن، عروب عبد الحق. من جانبه، ندد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر. وقال بوريل على منصة إكس إن تعطيل الملاحة الدولية والإخلال بالأمن البحري أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف، مضيفا أن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع الشركاء للتصدي بفعالية لتلك التهديدات للسلم والأمن في البحر الأحمر. من القاهرة ينضم إلينا رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس، ومن تل أبيب ينضم إلينا الكاتب الصحفي علي واكد. أهلا بكما إلى 19. أبدأ معك أستاذ علي. إذن الجانب الأمريكي على ما يبدو أبلغ إسرائيل بعدم تدخلها بردع هجمات ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر، ما صحت ذلك وما كان الرد الإسرائيلي على هذا الطلب الأمريكي؟ يعني حتى الآن لا تعقيب رسمي إسرائيلي على هذا النبأ، ولكن إسرائيل يعني تحث الجانب الأمريكي على أن يتحرك وبكل قوة تفاديا لأن تضطر هي للقيام بعمليات في هذه المنطقة. الجانب الإسرائيلي يفضل أن تتولى الإدارة الأمريكية هذه المهمة لعدة أسباب، أبرزها أنه منشغل على أكثر من جبهة، وأنا أقصد هنا جبهة قطاع غزة والجبهة اللبنانية. والأمر الثاني أنه يعرف
أن دخوله على خط المواجهة المباشر مع الحوثي قد يعرقل مساعي الولايات المتحدة لتشكيل تحالف إقليمي دولي للجمع الجماعة اليمنية. ولكن بالنسبة للجانب الإسرائيلي هناك حاجة ملحة للتحرك للجم هذه الجماعة، خاصة وأن في نظر الكثير من الخبراء الأمنيين هنا في إسرائيل قد تكون ورقة الحوثي هي الورقة الأربح بالنسبة للمحور الذي تنتمي إليه حركة حماس، وأنا أقصد هنا المحور الإيراني، على اعتبار أن إسرائيل قادرة على مواجهة والوصول ربما لأهدافها بشأن حركة حماس بقطاع غزة، وقادر على مواجهة حزب الله. ولكن تعطيل سلاسل التزويد وارتفاع الأسعار وضرب الملاحة التي توصل إليها البضائع وإلى المنطقة من شأنه أن يزيد عليها الضغوط الداخلية، ومن شأنه أن يترجم برفع للأسعار في إسرائيل، خاصة في وقت من غير الواضح إلى أين يسير الاقتصاد الإسرائيلي في ظل إطالة أمد هذه الحرب في قطاع غزة. دكتور سمير، البعض تحدث عن تحالف تعمل الولايات المتحدة على تشكيله، يمكن لمصر أن تكون من ضمنه أيضا، والهدف منه هو مواجهة هذه التجاوزات الحوثية في البحر الأحمر. ما دقة ذلك وما الدور الذي يمكن أن تلعبه القاهرة في هذا الإطار؟ يجب أن نقول أولا أن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس بايدن تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية عن هذا الأمر، لأن إدارة بايدن لم تدرج الحوثيين في قائمة الجماعات أو النظم الإرهابية، وتغاضت كثيرا عن نمو هذه الحوثيين وقواتهم العسكرية في المنطقة، ما نتج عنه استخدام إيران الآن لهذا الابتزاز العسكري الذي ليس مقصودا منه فقط إسرائيل، وإنما الملاحة العالمية وإمدادات النفط والغاز إلى آخره. ومصر من الدول ربما تكون من أكثر الدول تأثرا بالمس بباب المندب الذي هو البوابة الأساسية لقناة السويس. رئيس هيئة قناة السويس تحدث عن أن 50 قبل الأيام القليلة 50 من السفن حولت مسارها إلى مسارات أخرى ربما حول رأس رجاء الصالح، وهذا الأمر يتزايد يوميا باضطراد عبر إعلان كثير من العديد من شركات النقل الدولي تغيير مساراتها، وهذا يؤثر بالتأكيد على الملاحة في الشرق الأوسط في مصر التي في أمس الحاجة إلى العائد الدولاري من مرور هذه السفن. مصر تمتلك من الناحية العسكرية أكبر قاعدة عسكرية بحرية في منطقة برنيس، وهي من القوى البحرية المصنفة عالميا في مقدمة 5 إلى 7 دول على مستوى العالم، وهي بالتأكيد إذا استمر هذا الوضع، لم تعلن مصر حتى الآن انضمامها إلى هذا التحالف الدولي، لكن لا يمكن لمصر أن تبقى ساكنة إذا ما تطور الأمر ومست هذه العمليات أكثر بالملاحة والمرور في قناة السويس التي هي شريان اقتصادي هام جدا لمصر. وبالتالي علينا أن ننتظر الأيام القليلة القادمة لتعلن مصر بشكل واضح موقفها من هذا الائتلاف العسكري، وأنا متأكد أن مصر لم تصبر طويلا على مزيد من المس بالملاحة في قناة السويس والعبور في قناة السويس، لأنه كما أشرت يمثل شريانا أساسيا للاقتصاد المصري في هذه المرحلة تحديدا التي تحتاج فيها مصر إلى هذه التمويلات، وتعتبر أن هذا خنق لاقتصادها المصري وليس مسا بإسرائيل. إسرائيل قد تتأثر ولكن بشكل ثانوي، الأساس هو قناة السويس والإمدادات إلى أوروبا تحديدا. الولايات المتحدة كما أشرت تتحمل مسؤولية كبرى. الولايات المتحدة الاستراتيجية الأمريكية للأسف الشديد في تقديري ستقوم بعملية لاحتواء العمل الحوثي وليس إلى المجابهة، وهناك فرق كبير في المصطلحات ما بين الاحتواء وما بين المجابهة والعقاب والحسم. وبالتالي أنا أعتقد أن الاستراتيجية الأمريكية ستنحصر على الأقل في مرحلة أولى في احتواء الوضع الحوثي، ولن تتطور الأمر إلى مجابهات قد تمتد إلى توسيع حالة الحرب الموجودة في غزة. العدوان الإسرائيلي على غزة تتسع إلى أماكن أخرى. أنا أعتقد أن إيران تستخدم الحوثيين الآن
للابتزاز وتحسين شروط مساومتها مع الولايات المتحدة. طيب سأعود إلى هذه النقطة دكتور سمير. عن أموالها المحتجزة. نعم. سنعود إلى ضلوع إيران بذلك. أستاذ علي، لماذا تعتقد بأن الأمريكيين يحاولون تحييد إسرائيل عن هذه المواجهة مع الحوثي؟ يعني لأن الجانب الأمريكي يعتقد أن كل دور لإسرائيل قد يستغل من قبل إيران وحلفائها لرسم ووزم أي تحالف على أنه تحالف داعم لإسرائيل أو تحالف إسرائيلي أو تحالف يهدف إلى حماية المصالح الإسرائيلية. وبالمناسبة هذه ليست المرة الأولى، حينما استهدف صدام حسين في مطلع التسعينات إسرائيل بعشرات الصواريخ في إطار حربه على الكويت، منعت الولايات المتحدة إسرائيل من القيام مباشرة بعمليات ضد العراق لكي لا يتفكك تحالفها الذي اشتمل على الكثير من الدول العربية. أنا وافق الدكتور أن يعني هنا في إسرائيل يعني يعتقد أساس الإسرائيليون أن الولايات المتحدة ستسعى إلى احتواء الموقف، اعتقادا من الإسرائيليين أن قيادات الحزب الديمقراطي تاريخيا لا يسارعون للدخول في حروب إن لم يكونوا مضطرين إليها. يبقى السؤال بالنسبة لإسرائيل، هل عملية الاحتواء ستكون كافية؟ لأن القلق الكبير في إسرائيل أنه بالتوازي وبغطاء العمليات التي تجري في قطاع غزة، فإن إيران ماضية في خطتها النووية، إيران تقترب من نقطة اللا عودة، إيران توسع نفوذها في المنطقة، وبدل من أن تشكل الحرب بداية يعني ضرب هذا الحضور الإيراني، نرى استمرار والتوسع في النفوذ الإيراني على شكل ما يحدث في البحر الأحمر من هجمات، ما حصل اليوم في جيبوتي، وطبعا استمرار حزب الله والفصائل المدعومة إيرانيا في العراق وفي سوريا باستهداف القواعد الأمريكية دون رد يذكر من الولايات المتحدة. الحلم الإسرائيلي بأن تستغل الإدارة الأمريكية هذا الموقف، هذا التطور في الشرق الأوسط لإعادة رسم مجمل سياساتها تجاه طهران، وربما أن تفكر بالخيار العسكري الذي يعتقد الإسرائيليون أن الولايات المتحدة. طيب يعني هذه النقطة بالفعل أستاذ علي، دعني أنقلها إلى دكتور سمير. دكتور سمير، البعض يتحدث فعلا عن أن ضرب إيران أصبح من ضمن التحذيرات الأمريكية لوقف العبث في الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بما أن الأمريكيين يعتقدون أو يعني يعترفون بأن إيران هي التي تقف وراء هذه التجاوزات من خلال الحوثي. دائما كنا نسمع عن إمكانية ضرب. لا أعتقد. هل تعتقد بأنه اليوم أصبح؟ لا أعتقد أن إيران، لا أعتقد، رغم أنه أوستن له إشارة واضحة، وهي من المرات القليلة التي يتم الإشارة فيها مباشرة إلى إيران باعتبارها ضالعة في تحريك واحدة من أدواتها في المنطقة وهي الحوثيين، إلى جانب بالتأكيد حزب الله والجماعات العراقية الشيعية التي تهاجم قواعد و أهداف أمريكية سواء في العراق أو في سوريا. سبق الولايات المتحدة أن حذرت إيران من استخدام هذه الجماعات، وإيران قالت أن ليس لها علاقة، كالعادة تقول أنها ليست لا علاقة لها بأدواتها في المنطقة، رغم أن هذا مثبت تماما. إيران تستطيع تحاول أن تستخدم أدواتها في المنطقة، هي لم تشارك على الإطلاق عمليا في استهداف إسرائيل، لا بالقصف ولا بهجمات أو بمتطوعين إلى آخره، هذا عبر طوال الصراع العربي الإسرائيلي والفلسطيني الإسرائيلي. هي تستخدم أدواتها، هي تستخدم الآن رغم تنصل حسن نصر الله من المواجهة مع إسرائيل المباشرة، وقال أنه يعني يعمل في إطار استراتيجية للإشغال فقط، لكن الحوثيين دخلوا بقوة، وإيران تحاول أن تستخدم هذه الورقة كما قلت في مسألتين. المسألة الأولى هي الإفراج عن أموال كثيرة لها مودعة ومغلقة في عدد من البنوك الأوروبية والأمريكية، والمسألة الثانية والأهم هي تحسين شروط اتفاقها مع الولايات المتحدة، وهو الاتفاق 5+1، خاصة مع قرب الانتخابات الأمريكية، ربما عودة الرئيس الأمريكي السابق الذي ألغى هذا الاتفاق. هناك حدث جديد اليوم يجب أن ننظر إليه أيضا بخطورة وندرجه في سياق هذه العمليات. هناك اشتباكات ما تزال تجري على الحدود الأردنية السورية، جماعات لتهريب
المخدرات وتهريب أيضا أسلحة وصواريخ المطلوب منها أن تمر من عبر الساحة الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية للمشاركة بهذا هذا هو الجهد الإيراني. وبالتالي هناك استراتيجية إيرانية واسعة في المنطقة تستخدم فيها أدواتها، لكن في تقديري أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا بعد في مهاجمة إيران ويعني وقفها عند حدودها وحتى مع أدواتها الكبرى، يعني هي تحاول أن تمنع اتساع الحرب في الموجودة في غزة، الحرب العدوانية لإسرائيل على قطاع غزة أن تمتد إلى الجوار، وخاصة أن حزب الله تبذل جهدا للجم حزب الله وعدم توسيع ما يسمى بقواعد الاشتباك في الجبهة الشمالية الجنوبية شمال إسرائيل وجنوب لبنان، لأنها لا تريد توسيع هذه المسألة. لكن هل سنصل إلى نقطة تدرك فيها الولايات المتحدة أن الخطر الأساسي هو من إيران وليس من أدواتها فقط الموجودة في المنطقة، وتأخذ قرارا بردع إيران وتوجيه ضربات كبرى لإيران حتى يعني تلجم أدواتها عن العمل، أو أن ذلك سيكون خارج نطاقها؟ أكرر هنا بأنه أيضا هناك قوتين دوليتين كبريتين، روسيا من جهة والصين من جهة، متربصتان. وأذكر هنا بأنه الرئيس بوتين زار في خضم هذه المعمعة كل من السعودية والإمارات، وهم ينتظران ما إذا كانت الولايات المتحدة ستكون مؤهلة بالفعل لقيادة العالم عبر هذه الأزمة، أو أنها ستنكفئ على ذاتها يعني تعتمد استراتيجية الاحتواء فقط دون أن تكون قادرة على لجم أدوات إيران في المنطقة. أستاذ علي، دكتور سمير على ما يبدو يستبعد بالوقت الراهن الخيار العسكري، ولكن بالتزامن مع زيارة لويد أوستن إلى إسرائيل والمنطقة كان هناك استقدام للمدمرة الأمريكية USS لابون، طبعا هذا بالإضافة إلى وجود مدمرات أخرى. هل هذا أيضا، هل الاستقدام العسكري من باب الردع كذلك؟ وجود هنا منذ الأسبوع الأول اندلاع هذه الحرب، ولم نرى لها أي دور لا في التدخل العسكري المباشر طبعا ولا حتى في عملية الردع. بالمناسبة في المعادلة بين يعني احتواء أو ربما التدخل عسكريا في إسرائيل، هناك قلق حقيقي من مسار ثالث، ألا وهي قناة مفاوضات خلفية إيرانية أمريكية تهدف إلى ترتيب الخلافات بين الجانبين في الملف النووي، في ملف الأموال الإيرانية المجمدة والمحتجزة. لذلك يعني الجانب الإسرائيلي يتعاون مع الإدارة الأمريكية بكل ما تطلبه منه، مثلا إدخال المعونات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويحاول تحييد المدنيين الأبرياء الفلسطينيين من الإصابة خلال العمليات القتالية في قطاع غزة. لكن هناك هاجس إسرائيلي حقيقي من أن هذه الإدارة ربما بوساطة دولة خليجية أو دولة أوروبية تجري في هذه الأثناء حوار مع إيران لوضع حد للتدهور في البحر الأحمر وفي الجبهة الشمالية، وبالمقابل تحصل إيران على الامتيازات الاقتصادية التي تطلبها على تحرير أموالها وعلى التوصل إلى تفاهمات بشأن برنامجها النووي. لذلك من ناحية إسرائيل يعني تتعاون مع الإدارة الأمريكية، لكنها يعني تشغل كل مجساتها الممكنة لمتابعة أي قناة خلفية، رغم محاولة الإدارة الأمريكية تطمين إسرائيل بأنه لا توجد مفاوضات مع إيران، وأن الخطوط الحمراء الأمريكية بشأن الدور الإيراني في المنطقة لم تتغير. ولكن بالنسبة لإسرائيل، الحرب في قطاع غزة وما رافقها من تدخلات من لبنان ومن العراق ومن سوريا ومن اليمن هي خير دليل على فشل السياسات الأمريكية التي نصت في السنوات الأخيرة على احتواء إيران بدل من مواجهتها. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي علي واكد، كنت معنا من تل أبيب. كما أشكر أيضا رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية الدكتور سمير غطاس، حدثنا من القاهرة. شكرا جزيلا لكما. في 19 أيضا، ولكن بعد الفاصل. إسرائيل هجرت 1,900,000 فلسطيني، والأونروا تصفه بأكبر تهجير قسري للفلسطينيين منذ عام 1948.
الدولة في تحول دائم، تتغير المعطيات فتختلف النتائج. نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة. من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك، حتى تقوم بالقرار السليم، عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. صواريخ و25 طائرة، 67 ضربة براجمات الصواريخ، حرب المسيرات مفتوحة. ما الذي يحصل في كييف الآن؟ كيف تبدو تلك الاستعدادات وما تلك المحاور التي يمكن أن يأتي منها الهجوم الروسي هذه المرة؟ هناك حشودات في خرسون على أطراف الضفة الجنوبية من نهر دنيبرو. نحن أمام مرحلة جديدة في هذا الصراع. المنجل الاستراتيجي الروسي سيبقى كما هو، وهذه المرة الأولى التي تتعرض العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم. هل يخشون من أن روسيا يمكن أن ترد في مناطقهم؟ كان هناك تدخل أمني شديد، خاصة بعد سقوط مسيرتين فوق مبنى الكرملين. هناك نوع من تضليل في هذه الحرب. هل من الممكن أن نشهد تغيراً في شكل المعارك على الأرض؟ أحييكم من جديد. فيما يتواصل التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، لا تزال المشافي في مرمى النيران في وقت تتفاقم فيه المعاناة الإنسانية لملايين النازحين. أعلنت وكالة الأونروا أن إسرائيل هجرت 1,900,000 فلسطيني في غزة كأكبر تهجير قسري للفلسطينيين منذ عام 1948. هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر، وبحسب البيان فقد قتل أكثر من 19,000، فيما أصيب أكثر من 52,000. كما أعلنت صحة غزة مقتل 310 من الكوادر الصحية وتدمير أكثر من 100 سيارة إسعاف، فيما خرج 22 مستشفى عن الخدمة إضافة إلى 52 مركزا صحيا. كنا قاعدين على التخت، ايش انفجر فينا وهالي السقف علينا، وكنا قاعدين مش عاملين حاجه. وقع كله علينا الركام، وكل ما شفناش شيء، يا دوب انحملت بنتي المبتوره وشردت فيها، وبعرفش ايش صار مع الباقي. الحق اطفال ما تعيش بامن، تعيش بسلام. حددوا لنا مكان امن واحنا بدنا نقعد فيه. لا في حليب ولا في خدمات. انا ما بلاقيش كرسي ولا حاجه انام عليها، بنام على الرمل. المي اللي بنشربها ملوثه. من جنوب غزه ينضم الينا مراسل الحدث احمد حرب. احمد اهلا بك، ما جديد التطورات لديك؟ نعم زميلتي، الجديد هو أن قبل قليل كان هناك استهداف لمنزل في رفح جنوب القطاع. الاستهداف أسفر عن عدد من الضحايا وأيضا الإصابات. سيارات الإسعاف من هنا هرعت إلى المكان المستهدف لنقل الإصابات إلى هذا المستشفى الكويتي الذي نقف أمامه. بالتالي هذا المنزل سبق أيضا استهداف في خان يونس. قبل قليل كان هناك أيضا استهداف في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، وأيضا كان هناك من المدفع الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكنية في غرب مدينة خان يونس. أيضا في المحافظة الوسطى في دير البلح والنصيرات أيضا كان هناك استهداف لعدد من المنازل في المخيمين، أسفرت حتى اللحظة عن 9 ضحايا وعشرات الإصابات. شرق مخيم المغازي والبريج أيضا في وسط القطاع، المدفعية الإسرائيلية استهدفت منازل المواطنين في الساعة الماضية بشكل كثيف ومركز في شرق المغازي وأيضا البريج. أيضا في
في المنطقة الشمالية لقطاع غزة كان هناك عدة استهدافات من الطائرات الحربية الإسرائيلية وأيضا المدفعية الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جباليا وأيضا مخيم بيت لاهيا في شمالي القطاع بكثير من القذائف باتجاه منازل المواطنين في هذه المخيمات، بالإضافة أيضا إلى الاشتباكات التي تدور وما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة في شرق مخيم خان يونس وأيضا في شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة وأيضا في المنطقة الشمالية على تخوم مخيم جباليا وبيت لاهيا. هذه المحاور الرئيسية تشهد اشتباكات مستمرة ومتواصلة حتى هذه اللحظة. أيضا في شمال مدينة خان يونس أيضا كان هناك اشتباكات حتى هذه اللحظة مستمرة في حي الكتيبة وحي المحطة وأيضا في منطقة المغراقة في شمال مخيم النصيرات وسط القطاع في الساعات الماضية دارت اشتباكات عنيفة في هذا المحور الذي تتوغل وتتمركز به الدبابات الإسرائيلية في شمال مخيم النصيرات في منطقة المغراقة، وبالتالي نحن نتحدث عن استهدافات من الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل مكثف ومركز في كل أنحاء القطاع، وهناك تركيز صراحة على المناطق الوسطى خاصة في مخيم دير البلح وأيضا النصيرات، بالإضافة أيضا إلى المدفعية الإسرائيلية التي تقصف على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة منازل المواطنين والأراضي الزراعية الفارغة، وأيضا الاشتباكات التي لا تتوقف حتى للحظة واحدة في كل محاور التوغل الإسرائيلي سواء كان في المناطق الجنوبية أو في المناطق الشمالية. شكرا جزيلا لك مراسل الحدث أحمد حرب، كنت معنا من جنوب غزة. وينضم إلينا من نابلس عبر الهاتف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور عبد الجليل حنجل. أهلا بك دكتور عبد الجليل، أبدأ معكم بآخر حصيلة وثقتموها لأعداد الضحايا الذين سقطوا منذ بدء الأحداث في 7 أكتوبر. أهلا بكم. يعني نحن عندما نتحدث عن هناك حصيلة تتجدد كل فترة، أنا سأتحدث عن الأرقام النهائية. هناك 4370 شهيد تعاملت معهم طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة و13860 إصابة. طبعا هذه الأرقام للحالات التي تم التعامل معها في من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني. طبعا الإحصائيات الرسمية هي أكثر من ذلك بكثير، 19453 شهيد وأكثر من 52000 إصابة، هذه الإحصائيات الرسمية. في شمال غزة وغزة والوسطى وخان يونس ورفح هناك التعامل مع شهداء وإصابات في تلك المناطق المختلفة باستمرار عمليات القصف المختلفة. اليوم كان هناك استهداف لمجمع في الشفاء الطبي في قطاع غزة وخاصة المبنى الجراحات التخصصية، وأصيب واستشهد عدد من الإصابات التي هي أصلا قيد العلاج كإصابات مسبقة، بالإضافة إلى نازحين كانوا موجودين في المكان، واستشهد 25 شخص وأصيب العشرات هناك في هذا القسم تحديدا. يعني هذا جزء كان من مجموعة من المستشفيات التي تتعرض حاليا لهجمات واستهدافات بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء كانت بقصف أو بالحصار حول هذه المستشفيات ومنع من الخدمة، منها أيضا مستشفى المعمداني وكمال عدوان، وهذا يؤدي بضرورة الحال إلى وجود وضع صعب جدا على مستوى الخدمات الطبية في قطاع غزة. طيب كيف يعني يتم التعامل مع الحالات الحرجة مثلا بظل محدودية الخدمات الطبية؟ نتحدث عن يعني خروج تقريبا 90% أو أكثر من المستشفيات عن الخدمة وعدم إدخال المساعدات الطبية اللازمة بوقتها وبشكل متكرر. يعني للأسف هناك كان شهادات حية لطواقم طبية استشهد أمامهم مرضى دون القدرة على عمل أي شيء لهم، خاصة بعض الإصابات الخطرة للغاية التي بحشد تدخلات جراحية مع عدم وجود لغرف عمليات أو أدوية للتخدير وغيرها. هذا حدث منذ زمن ومنذ فترة وهو يحدث بشكل يومي بعد الاستهدافات المستمرة لقطاع غزة. واضح جدا أن المستشفيات هي في ورطة كبيرة جدا بسبب هذه السياسة والاعتداء والممنهج، وكان هناك حلول مؤقتة تحدث وهي المستشفيات الميدانية. المستشفيات الميدانية التي يتم إنشائها، واحدة منها في رفح يتم إنشاؤه حاليا من قبل الهلال الأحمر القطري وبالتطوع أيضا من الهلال الأحمر الفلسطيني ودائرة الكوارث هناك، وسيكون هناك طاقم مستشفى القدس الذي نزح قصرا من تل الهوى سيعمل في هذا المستشفى، 50 سرير سيكون حجم هذا المستشفى، بالإضافة لوجود غرفة عناية وغرفة عمليات. إذن
هذه حلول. المستشفى الأردني هناك مستشفيين أردنيين ميدانيين، وهناك مستشفى إماراتي أيضا ميداني. فبالتالي نتحدث أنه يبدو أن أصبحت هذه المستشفيات الميدانية، برغم أن هذه المستشفيات في العادة توجد للحالات البسيطة للمتوسطة، أصبح التوجه إلى الاعتماد على هذه المستشفيات بعد خروج المستشفيات القائمة عن الخدمة بشكل كامل. يعني واضح أن الأمور صعبة، وخاصة في الحالات الخطيرة التي هي بحاجة لتصوير، ولا يوجد أجهزة تصوير لعدم وجود كهرباء لغرف عمليات، ولا يوجد بسبب الاستهلاك الكامل للمستهلكات وعدم دخول مساعدات بشكل كافي لهذه المستشفيات لإنقاذها. شكرا جزيلا لك المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور عبد الجليل حنجل، كنت معنا من نابلس، شكرا لك. أيضا في 19:00 ولكن بعد الفاصل، بأول اتصال بعد فوزه بولاية ثالثة، السيسي يستعرض مع غوتيريش جهود مصر لوقف النار في غزة وإيصال المساعدات. سيفي الحوثي بالتعهدات التي قطعها أمام الأمم المتحدة؟ هم يريدون الوصول إلى سلام عبر الضغط العسكري وليس عبر بناء الثقة. 3000 يوم من الحصار، رسالتنا إلى المجتمع الدولي. الميليشيا الحوثية بتقصف مواقع القوات الحكومية بالمدفعية. اليوم هذه الميليشيات تمارس التمييز العنصري والتفوق العرقي. جماعة إيرانية، جماعة ذات ارتباط بالأجندة الإيرانية، وصنعت لأذية الجيران. ما الذي بيد الحكومة للتصدي لكل ما تقوم به الجماعات الحوثية؟ الطريق هو المواجهة المسلحة مع الميليشيات والتحرير. الوضع الاقتصادي اليوم يتدهور وبحاجة إلى عملية إنقاذ عاجلة. الحوثيين لم يتركوا حقا من حقوق الإنسانية إلا واستهدفوه. كان يمكن للأمم المتحدة أن تتخذ حلولا أخرى. هل يمكن المجتمع الدولي أن يكون ضاغطا معكم ضد الميليشيات؟ تتواصل المواجهات العنيفة، الوضع كارثي، هنالك معاناة كبيرة كما تشاهدون. كيف ستتعامل روسيا مع بدء الهجوم المضاد؟ الجيش الروسي فوجئ بأنه مضطر لحرب عصابات. خرسون وزاباروجيا تعاني كارثة إنسانية كبيرة جدا. هل يعني ذلك بالفعل لم تستطع موسكو حسم عمليتها العسكرية؟ المشكلة التي قد نتفاجأ بها هي كسر الخطوط الحمراء. على الطرف الآخر، هذا هو خط الجبهة الأول، تم إجلاء 1700 شخص من مناطق خرسون المختلفة. نشر سلاح نووي في بيلاروسيا هو استعراض قوة أم رسالة تهديد؟ أظن الغرب هو يريد استنزاف روسيا. هذا الهجوم كان لابد أن يحدث. هذه كارثة لأوكرانيا. كيف يمكن بأن أوكرانيا يمكن أن تفجر السد الخاص بها؟ أهلا بكم من جديد. أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية في جميع المراكز الانتخابية الموزعة على 15 محافظة باستثناء إقليم كردستان، وذلك وسط نسب مشاركة متفاوتة وتسجيل خروق انتخابية. وكان رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد أعلن منتصف اليوم أن نسبة التصويت في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية بلغت 17% فقط. وسجلت بغداد ومحافظات ديالى وبابل وكربلاء وذقار والديوانية والمثنى والأنبار نسبة مشاركة ضعيفة في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات حتى منتصف النهار. مفوضية الانتخابات من جانبها أكدت أن نتائج التصويت العام والخاص ستعلن في وقت واحد بعد انتهاء الاقتراع العام وخلال 24 ساعة بحسب قانون انتخابات مجالس المحافظات. في تصريحات خاصة للحدث، كشف وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي أن الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الانتخابات نجحت وستستمر إلى حين إعلان النتائج. وكشف الوزير عن اعتقال بعض المخالفين بالقرب من المراكز الانتخابية، مضيفا أنه سيتم تقديم شكاوى إلى المفوضية بخصوص التجاوزات التي حصلت من بعض الكتل.
إلى هذه الساعة الحمد لله الخطة الأمنية التي تم وضعت تسير بشكل ممتاز جدا. نعم هناك بعض الخروقات، والمفوضية العليا صباح هذا اليوم اتخذت إجراءات بحق المتجاوزين على القانون. الذين خرقوا الخطة الأمنية الآن موقوفين في الجهات المعنية، والقضاء سوف ينظرون إلى وضعهم. هل ستنتهي الخطة الأمنية مع الوزير اليوم أم ستستمر لحين إعلان النتائج؟ لا تستمر إلى حين إعلان النتائج إن شاء الله. ينضم إلينا من بغداد الدكتور علي التميمي الخبير القانوني. أهلا بك دكتور علي، كيف يعني تقيمون هذه الخروقات التي شابت هذا النهار الانتخابي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذة والسادة المشاهدين. طبعا بالتأكيد هذه الخروقات ربما لا ترتقي إلى الخروقات التي حصلت في الانتخابات السابقة، لكن الإشكالية التي حصلت في التصويت الخاص هي عطل الأجهزة الناقلة للنتائج الانتخابية نقلها إلكترونيا كما يقول قانون الانتخابات. ربما يكون هذا برأيي هو الحدث المهم الذي حصل. وطبعا هنا برأيي الشركة الكورية هي التي تتحمل نتيجة ذلك. طبعا احنا وفقا لقانون مفوضية الانتخابات أستاذة كريستين، المادة 18، المادة 19، المادة 20 رسمت لنا طرق الشكوى التي تقدم ابتداء، يعني فرق بين الشكوى والطعن. ابتداء الشكوى تقدم إلى مجلس المفوضين بعد أن يعلن النتائج الأولية، هم سيعلنون النتائج يوم غد الساعة 5 مساء، يتم الشكوى أمام مجلس المفوضين، والطعن يكون أمام الهيئة القضائية الثلاثية، وقرار هذه الهيئة القضائية الثلاثية هو يكون باتا. يعني كل الخرق أو إشكالية حصلت هي قابلة للشكوى وقابلة للطعن بموجب هذا القانون. قانون مفوضية الانتخابات يتيح سواء للمرشحين أو للكيانات للأحزاب أن يكون هناك طعون. بالتأكيد يعني هناك فرق بين النتائج الأولية والنتائج النهائية أستاذة، يعني النتائج الأولية ستعلن غدا يعني خلال 24 ساعة، والنتائج النهائية ستعلن بعد البت في الطعون. نعم. طيب كيف تفسرون دكتور نسبة الإقبال التي وصفت نوعا ما بالضئيلة مقارنة بالأعوام الماضية؟ صحيح، هو احنا لا يوجد لدينا لا في الدستور العراقي ولا في القوانين الانتخابية ما يسمى بالعتبة الانتخابية كشرط أساس لقبول نتائج الانتخابات كحد أدنى أو نزول عن هذا الحد، لا يوجد لدينا ذلك. لهذا مهما كانت نسبة المشاركين ستعتمد دستوريا وسيصادق عليها مجلس المفوضين. هذا طبعا هذا الموضوع موجود في بلدان أخرى، مثلا في بعض الولايات الأمريكية، في بعض الدول الاسكندنافية اللي تأخذ بالنظام البرلماني. لكن في العراق أستاذة لا يوجد يعني نسبة أو حد أدنى لرفض الانتخابات، لكن تبقى مسألة الطعون. يعني نتحدث عن الطعون أثيرت في عام 21 أمام النسبة القليلة، هل يمكن الطعن أمام المحكمة الاتحادية؟ طبعا لا يمكن، لأنه قانون مفوضية الانتخابات يقيد الطعون المتعلقة بالانتخابات أمام الهيئة القضائية الثلاثية المشكلة بموجب قانون الانتخابات. فالنسبة يعني حتى لو كانت ضئيلة أستاذة ستعتمد دستوريا. شكرا جزيلا لك الدكتور علي التميمي الخبير القانوني، كنت معنا مباشرة من بغداد.
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الخطورة البالغة لاستمرار الأمور على وتيرتها الحالية في غزة وما سيكون له من تبعات إنسانية وأمنية وتأثير على استقرار المنطقة. وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للأوضاع في قطاع غزة وجهود مصر للتوصل لوقف لإطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية بكميات كافية. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي أكد خلال الاتصال الذي تلقاه من غوتيريش على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته خاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى ذلك أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أول خطاب عقب إعادة انتخابه رئيسا لمصر أن الحرب الدائرة على الحدود الشرقية تأتي في مقدمة التحديات التي تستدعي استنفار كل الجهود لوقفها، مشيرا إلى أنه يدرك حجم التحديات التي تواجه مصر. أن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين الذين شاركوا في هذا الحدث المهم في هذا الظرف الدقيق والذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات. يأتي في مقدمتها تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية والتي تستدعي استنفار كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص وللقضية الفلسطينية بشكل عام. من القاهرة ينضم إلينا عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري السابق الدكتور عماد جاد. أهلا بك دكتور عماد. الآن في هذه الظروف يتحدث الرئيس السيسي عن التحدي الأمني ويقول البعض بأنه هذا الملف ربما هو ما عومه في هذه الانتخابات، ولكن نعلم بأنه الوقت لن يكون لصالحه كثيرا في هذا الملف لأنه لن يطول، وبالتالي كيف تعتقد بأن السيسي سيعالج بقية المعضلات لا سيما المسألة الاقتصادية في عهدته الثالثة هذه؟ لا، أنا أتصور أن الحديث عن غزة والحرب في غزة كان عاملا مساعدا في الانتخابات وجعل القضايا المحلية تتوارى إلى الخلف قليلا وتم الحشد في هذا الاتجاه. أنا أتصور أن التحدي الأبرز لمصر ككل هو التحدي الاقتصادي يليه التحدي السياسي. التحدي الاقتصادي لدينا ديون تبلغ 165 مليار، لدينا أقساط ديون وفوائد ديون في العام القادم 29 مليار دولار، لدينا عملة سعرها الرسمي 31 جنيه للدولار في السوق الموازية أو السوداء أو الحرة حوالي 50 جنيه، لدينا نسبة تضخم تقترب من 40%، لدينا تآكل للطبقة الوسطى، لدينا تحديات اقتصادية هائلة، لدينا ضعف فرص المنافسة، ضعف القطاع الخاص وعدم قدرته على منافسة مؤسسات الدولة التي تدخلت في الاقتصاد وأزاحت القطاع الخاص وأزاحت المستثمرين الأجانب. وبالتالي أتصور من وجهة نظر الشخصية أن التحدي الأبرز هو التحدي الاقتصادي. هل سيتم انسحاب مؤسسات الدولة من الاقتصاد؟ هل سيتم فتح المجال الاستثمار؟ هل سيتم الاهتمام بالزراعة والصناعة؟ هذه من النقطة. النقطة الثانية الملف السياسي، يعني لدينا حياة سياسية مغلقة، لدينا أحزاب سياسية بيتم إضعافها والتحكم فيها بدليل أن الثلاث أحزاب أو مرشحي الثلاث أحزاب اللي دخلوا في منافسة مع الرئيس هم حصلوا كل واحد منهم على 20 توكيل من مجلس النواب، ما حدش فيهم عمل توكيلات شعبية. هذا الأمر بسبب تقدم المكون الأمني على المكون السياسي. حرية الرأي والتعبير، حرية الاعتقاد،
كل هذه قضايا يعني. طيب، ولكن دكتور عماد، مما لا شك فيه بأن الأزمة الاقتصادية ستكون على رأس الأولويات لأنها على رأس أولويات المصريين كذلك، هل تعتقد بأنه يعني سيتم إيجاد حلول لهذه المعضلة؟ بص حضرتك أستاذة كريستيان، الإجابة على سؤال حضرتك هيبان خلال الأسبوعين ثلاثة اللي جايين أو الفترة القادمة. ليه؟ لأنه إحنا مطالبين، بنطالب بحكومة كفاءات مصرية من الداخل والخارج يتم اختيارها على أساس الكفاءة وليس حكومة أهل ثقة وحكومة سكرتارية، سكرتارية تنفذ أوامر الرئيس الذي يدير كل الملفات في وقت واضح، لا يوجد إنسان خبير في كل المجالات في وقت واحد. يعني الموجودين لدينا، وأنا بقول الكلام ده على مسؤولية الشخصية، سكرتارية تنفذ الأوامر. نحن نريد، لدينا كفاءات ضخمة، لدينا يوسف بطرسغال، لدينا محمود محي الدين، لدينا الدكتور محمد العريان، لدينا كفاءات اقتصادية هائلة. لو تم تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، شخصيات قوية لا تقبل تلقي الأوامر، نقول إن احنا هنبدأ نخرج من المشكلة الاقتصادية. لكن لو تم زي ما بيشاع هيجي رئيس وزراء جديد من داخل المجموعة اللي موجودة، يعني من داخل مؤسسات الدولة الرئيسية اللي موجودة حاليا، أنا هقول لحضرتك لا، الأزمة تزداد تعقيدا وتعمقا. طيب، بحسب يعني المؤشرات حتى الآن وبحسب معرفتكم لخبايا الأمور إذا صح التعبير، هل تعتقد بأن الرئيس يمكن أن يشكل حكومة تكنوقراط، حكومة تنقذ البلاد، أم أنه يعني يتابع النهج القديم؟ أتمنى أنه يجيب حكومة كفاءات، أتمنى أنه يجيب حكومة كفاءات، وأنا قلت بعض الأسماء منها، لكن أنا تصوري يعني هذا الأمر يعني بالنسبة لي أتمنى، لكن بالنسبة لي ما يزيدش عن 20%. أتصور أنه العشر سنين اللي مضوا كانوا كافلين أنه يقولونا أن الست سنين اللي جايين لن يختلفوا كثيراً عن العشر سنين اللي فاتوا، ربما يكون بعض التفاصيل الصغيرة. يعني احنا مثلا على سبيل المثال أستاذ كريستيان، قلنا الإفراج عن كل المحتجزين على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير، فبنفرج على 2-3 ونقبض على 2-3، لكن ما فيش حل جذري قدم. حتى الحوار الوطني لم يقدم حلا جذريا للمشاكل المتاحة. يعني حينما قدمت الدعوة لي فوجئت بأن محددين لأربع دقائق أتكلم في قضية الهوية، وكأن عندنا مشكلة في الهوية، عندنا مشكلة في الاقتصاد، عندنا مشكلة في السياسة. إجابة واضحة ومحددة. طيب، ولكن بالنسبة للمعضلة الأساسية، دائما نتحدث عن الأزمة الاقتصادية بما أنها الأهم، ربما يقول البعض بأنه هذه الأزمة تضرب العالم بأسره، يعني بعد كورونا والحرب الروسية الأوكرانية واليوم الحرب في غزة، وبالتالي مصر ليست استثناء وتعاني اقتصاديا كما باقي الدول، وبالتالي لا يمكن للرئاسة أن تشترح الحلول فجأة فقط عن عبر تشكيل حكومة تكنوقراط. لا، أنا فكرة أنه دي جزء من أزمة عالمية، أنا ما بشتريش البضاعة دي بصراحة، لأني أنا مواطن مصري بشوف الطحن اللي احنا فيه، تضخم 40% شهرياً، مشاكل ضخمة، نقعد مع في حوارات نسمع كلام معسول لكن نفس السياسات تستمر. أنا كتبت مقال ومن لحظتها لا أكتب بأمر، يعني تم منعي من الكتابة بأمر، قلت قليل من الأمن كثير من السياسة. الأمن مهم لكن السياسة تقود الأمن، لما الأمن يقود السياسة بنوصل لمجتمع مغلق سياسيا وبنوصل لكارثة. طبعا في مشكلة عالمية، لكن اللي حلها لك يا أستاذة ما روحش الجراح عام، أروح لمتخصص في القضية، متخصص في الكلى، متخصص في الكبد، متخصص في المرض الدقيق، أروح لأصحاب الخبر. يعني يوسف بطرس غالي، هذا العملاق الاقتصادي الذي كلفه البنك الدولي بأنه يحل مشكلة اليونان ونجح في حل مشكلة اليونان وتعويم الاقتصاد اليوناني، ده مصري ممنوع من العودة لمصر. يعني إيه الحكمة؟ يعني عندنا وزير اقتصاد أفضل منه
ولا وزير مالية أفضل منه ولا وزير استثمار. محمود محي الدين ما هو موجود في البنك الدولي، دكتور محمد العريان موجود في أمريكا. يعني فين الناس دي؟ الناس دي اللي تقدر تاخد بينا حتى لو في انعكاسات لأزمات عالية هيخففوا، عالمية هيخففوا على الأقل تأثيرها، تأثيراتها الجانبية. إحنا إحنا أكتر من 100 مليون. فربنا يستر. يعني أتمنى أن الرئيس يشكل حكومة ويكون هو مسؤول عن السياسة الخارجية والأمن فقط، ويترك الصناعية يشتغلوا. غير كده يعني أنا غير متفائل تماما. شكرا جزيلا لك عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري السابق الدكتور عماد جاد، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا لك. وبهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام الساعة الأولى من 9:10 ونفتح ملفات الساعة الثانية وعلى رأسها التطورات في غزة. تزويد أوكرانيا بالأسلحة وبهذه المعدات هل هو إطالة أمد الأزمة؟ هذه الحرب أشعلت لتبقى وتدوم، القرار إيقاف الحرب في يد الولايات المتحدة الأمريكية. دقائق معدودة وتنتهي مهلة الهدنة. هل هذا الرفض الأوكراني سيترتب عليه تصعيد روسي لا محالة أم ليس بالضرورة؟ بدأ القصف الأوكراني وبدأ المرصد المحلي هنا يسجل الخروقات للهدنة. هل ما زالت كييف متمسكة بروايتها؟ ما يؤكد هذه الأعداد؟ حتى هذه اللحظة لا يوجد إقليم بشكل كامل في أيدي الروس، سوى طبعا شبه جزيرة القرم. بدل العملية ب 250,000 دلوقتي بتوصل ل 700,000. هي حرب لا تزال تداعياتها متواصلة في ظل سؤال يطرح نفسه، إلى أين ستتجه هذه الحرب مستقبلا؟ نقف وإياكم الآن على مشارف مدينة درنا. من هنا بدأت الكارثة في درنا. هل يعني يستطيعون انتشال ناجين حتى الآن؟ وجدت جثة لأحد الأطفال أخرجها الغواصون أمامي. مدينة محيت بأكملها. أجلس الآن على عمارة منجرفة. سرعة الإنقاذ لديك تعمل هنا سرعة تكنية، لا تزال تحاول. هل يجري السماح بدخول أي شخص إلى المدينة؟ يعني هناك بصيص أمل لإنقاذ بعض الأشخاص إذا كانوا تحت الركاب. الرائحة في الداخل لا يستطيع أحد أن يتحمل. هم الغواصون يستعدون للنزول في محاولة منهم لانتشال العديد من الجثمين. بقايا بشر، بقايا أرواح، بقايا أحياء. حتى نحن والإعلام وأهل دارنا بعد ما استوعبوا اللي صار معهم أو حتى اللي عم بيشوفوه هذه اللحظة، يعني هل هم ما زالوا موجودين؟ الآن أسئلة كثيرة حول الموضوع البيئي. الحدث مدينة درنا. لماذا الجيش لم يتدخل لوقف هذه الانتهاكات؟ ومن هي هذه الجماعات المتفلتة من قوات الدعم السريع؟ تعاني هذه المناطق من عدد من المتفجرات التي لم تنفجر. هل من المعقول أن يترك الناس لمصيرهم هناك؟ ثم ماذا بعد وقف إطلاق النار؟ هل سنعود مرة أخرى للأزمة؟ ماذا إن لم يستجب الطرفان الجيش وقوات الدعم السريع؟ لما ستطرحه الإيجاد؟ ليروبي الآن تأوي قادة الدعم السريع. هل كانت هدنة تمهد
لمفاوضات جدية أم فقط لراحة الطرفين؟ أنا بناشد هنا حميتي وبناشد كمان برهان إني وقف الحرب. الناس تعبت، الناس على تتعذب العذاب شديد. أتحدث عن الأدوية الناقصة، أتحدث عن أن بعض المشافي التي اتخذت مراكز ربما تكون قد تضررت. الوضع الصحي لا يمكن إلا أن يوصف بأنه كارثي. للتطورات والمستجدات الأمنية على الأرض، هذه المنظمات الإقليمية سواء الاتحاد الأفريقي أو الإيجاد أو خلافه هي واقفة الآن بتتفرج في الشعب السوداني. ما الفكرة من هدنة ليوم واحد فقط؟ يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. حرب سيبرانية بين إسرائيل وإيران، ومصادر الحدث تكشف عن تحذير أمريكي لطهران من العبث في البحر الأحمر. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إنه لا يريد حربا مع لبنان، وباريس تدعو الجانبين إلى تطبيق القرار 1701. مواجهات عنيفة في ولاية الجزيرة، والدعم السريع يعلن السيطرة على قاعدة عسكرية زارها البرهان مؤخرا. أهلا بكم مشاهدينا إلى الساعة الثانية من 19 والتي نبدأها مما أعلنته مصادر دبلوماسية عن إرجاء مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار يتيح إدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة إلى غد الثلاثاء. فقد قال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون كيربي إنه لا يمكن تحديد موعد مؤكد لهدنة إنسانية جديدة في غزة، لكن بلاده تعمل على ذلك. وأضاف كيربي أن الأطراف ليست قريبة من التوصل إلى صفقة تبادل أسرى جديدة، كما أشار إلى أن بلاده لا تزال تؤمن بحل الدولتين وأنه يمثل الطريق الصحيح للمضي قدما بالنسبة لإسرائيل وللفلسطينيين على حد تعبيره. هذا ويعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت غدا بعد إرجائه من اليوم على مشروع قرار قدمته دولة الإمارات، ويدعو إلى تسهيل لوجستي لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. هذا وأفاد مراسل الحدث في نيويورك أن البعثة الإماراتية توصلت إلى اتفاق مع البعثة الأمريكية. مراسل الحدث أشار إلى أن هذا الاتفاق سيحتاج إلى موافقة البيت الأبيض حول صياغة الفقرة الثانية من القرار العربي الخاص بوقف إطلاق النار في غزة والمقرر التصويت عليه لاعتماده، موضحا أنه من المتوقع أن يمر القرار الإماراتي المصري الفلسطيني دون أن تستخدم واشنطن الفيتو ثانية بعد موافقة البيت الأبيض عليها. وضمن زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى تل أبيب، أعلن لويد أوستن أن الدعم الأمريكي لإسرائيل سيستمر ولا يجب على أي بلد أن يتسامح مع أفعال حركة حماس. أنا هنا برسالة واضحة، الدعم الأمريكي لإسرائيل غير قابل للاهتزاز، وإسرائيل ليست وحيدة. حماس صرحت بشكل واضح عن رغبتها المستقبلية، وهي إعادة 7 أكتوبر مرارا وتكرارا، ولا يجب على أي بلد أن يتسامح مع هذا الخطر. إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها أمام المنظمة الإرهابية التي وضحت هدفها بقتل اليهود.
كما قال أوستن إن حركة حماس تستخدم الفلسطينيين كدروع بشرية لها وهي لا تمثل الشعب الفلسطيني. حماس ما تزال تحتفظ بأسرى من بينهم مواطنون أمريكيون. حماس تختبئ خلف الفلسطينيين الأبرياء وهي لا تمثل الشعب الفلسطيني، بل تسعى إلى إدخال الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى دائرة من المعاناة. وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت من جهته قال إن حركة حماس وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن هم أزرع لإيران لتحقيق هدفها الأساسي وهو توسيع نفوذها العسكري. حماس، حزب الله، والحوثيين. حماس وحزب الله والحوثيون ممولون ومدعومون ومدربون من مصدر الشر إيران، ولسوء الحظ هذه مساع ثانوية لها. مسعاها الأول والأساسي هو اكتساب إمكانات عسكرية ونووية، ونحن واعون لأفعالهم وجاهزون للدفاع عن أنفسنا. من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العمليات العسكرية في قطاع غزة ستستمر حتى تحقيق النصر الكامل ضد حماس بحسب تعبيره. وأشار في مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تشكل تهديدا دوليا. أستطيع أن أقول إنني عندما تحدثنا ذكرت مرة أخرى التزام إسرائيل بتحقيق النصر الكامل على حماس. نعتقد أن هذه ليست حربنا فقط، بل حربكم أيضا من نواحٍ عديدة، لأنكم تقودون قوى الحضارة في العالم. إنها معركة ضد المحور الإرهابي الإيراني الذي يهدد الآن بإغلاق المعبر البحري في مضيق باب المندب، وهذا يشكل تهديدا لحرية الملاحة في العالم أجمع. إنني أقدر حقيقة قيامكم باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح المضيق، وهذه ليست مصلحة إسرائيلية فحسب، بل مصلحة العالم المتحضر برمته. أما رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية فأكد أن الحديث عن تجديد السلطة الفلسطينية في الوقت الراهن غرضه تشتيت الانتباه عن الغرض الأساسي وهو وقف الحرب، مشيرا إلى أن إسرائيل وحلفائها تريدان سلطة أمنية إدارية ونحن نرفض ذلك. كما قال: السلطة المتجددة التي تريدها إسرائيل وحلفائها وحلفاؤها ليست سلطتنا. إسرائيل تريد سلطة أمنية إدارية، نحن سلطة وطنية نناضل من أجل تجسيد الدولة على الأرض وصولا إلى الاستقلال وإنهاء الاحتلال. هذا العالم يجب أن يساعدنا على وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، وأن لا يدخلنا في متاهات تضييع الوقت ولا في دوامات فارغة المحتوى. كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية أن المطلوب من العالم الآن هو وضع جدول زمني لوقف الحرب وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية. إن الذي نريد الآن هو وقف الحرب ووقف العدوان والقتل والاجتياحات في غزة والضفة. في غزة الوقت من دم، وفي غزة الوقت من جوع، وفي غزة هدم ودمار. أوقفوا الحرب الآن، هذا الاحتلال يجب أن ينتهي. مطلوب من العالم ومن الأمم المتحدة وضع برنامج زمني ينهي الاحتلال وينهي عذابات شعبنا، والاعتراف بدولة فلسطين عاصمتها القدس وحق العودة للاجئين. في موازاة آلة الحرب الإسرائيلية التي لا تتوقف، تستمر الجهود الدبلوماسية الأمريكية الرامية كما يقال إلى إيجاد حلول لإيقاف الحرب على قطاع غزة. آخر هذه الجهود هي زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل، زيارة قال مسؤولون إنها ستركز على إنهاء إسرائيل لحربها الحالية والانتقال إلى صراع محدود ومركز على حد وصفهم. وبحسب CNN فإنه من المقرر أن يضغط أوستن أثناء زيارته على المسؤولين الإسرائيليين من أجل تحديد معالم الحرب، كما أنه سيتلقى تحديثات حول تقييم وزير الدفاع الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي بشأن التقدم الذي أحرزوه في المرحلة الحالية على حد تعبير مسؤول أمريكي رفيع المستوى.
تأتي هذه الزيارة، زيارة وزير الدفاع الأمريكي لإسرائيل، بعد أيام من تصريح لمستشار الأمن القومي الأمريكي قال فيه إن إسرائيل تعتزم الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب تركز فيها على طرق أكثر دقة لاستهداف قيادات حماس. ورغم الضغوط الأمريكية لاستعجال نهاية القصف المكثف والانتقال لمرحلة أخرى من الحرب في غزة، يقول مراقبون إن إسرائيل مصرة على المضي قدما في عملياتها العسكرية في غزة دون تحديد جدول زمني لانتهائها. ومع دخول الحرب شهرها الثالث، تواجه حكومة نتنياهو ضغوطا دولية متزايدة لإنهاء عملياتها العسكرية في غزة في ظل تواصل سقوط القتلى المدنيين وغياب استراتيجية واضحة للخروج من هذه الحرب. والكلام هنا لصحيفة نيويورك تايمز. بدورها نقلت صحيفة بوليتيكو عن مصادر استخباراتية أن الولايات المتحدة تجمع معلومات يمكن استخدامها للحكم على سلوك إسرائيل في الحرب. وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تجمع معلومات حول التكتيكات الإسرائيلية في غزة منذ بداية الحرب، وأنها قدمت تلك التقارير إلى المشرعين. وأضافت بوليتيكو أن واشنطن جمعت معلومات استخباراتية وتقييمات مفصلة حول التحركات والتكتيكات العسكرية لكل من إسرائيل وحماس في غزة منذ بدء الحرب. ووفقا لمصادر بوليتيكو، تمت مشاركة المعلومات مع أعضاء الكونغرس في عدة جلسات إحاطة، بما في ذلك مع أعضاء لجان الاستخبارات. ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، قائلا إنها تعاني نقصا فادحا في القدرة على التمييز، كما جدد دعوته إلى هدنة إنسانية عاجلة، وكتب لا بد من أن يتوقف ذلك والهدنة الإنسانية العاجلة ضرورية. مشاهدينا الكرام، هنا في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حيث آخر نقطة وصلت إليها آليات الجيش الإسرائيلي، ووقعت اشتباكات ضارية بين الفصائل الفلسطينية والجيش. وكما تشاهدون حجم الدمار الذي خلفته تواجد الآليات هنا، دمار كبير في المكان. وهنا المواطنون يعودون إلى منازلهم لتفقدها، من بقي منزله ومن لم يبقى. إذن الصورة أمامكم تظهر حجم الدمار في المنطقة. نبحث عن من نقابله، لكن الجميع منهمك بالبحث عن منزله والبحث عن ما تبقى من منزله. هنا أثار الأليات والجرافات التي وصلت إلى هنا، المنطقة هذه التي كانت تعج بالحياة. أفادت مصادر الحدث بأن التقديرات لدى الوسطاء تشير إلى أن حماس مستعدة لصفقة تبادل ضمن هدنة وترتيبات جديدة. وأشارت المصادر إلى أن يحيى السنوار أبلغ الوسيط المصري نيته التفاوض عن طريق قطر في هذه المرحلة. كما أكدت مصادرنا أن إسرائيل مستعدة لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين تصفهم بأن أيديهم ملطخة بالدماء. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي بأن مدير المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز من المقرر أن يلتقي مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ورئيس الموساد في وارسو لإجراء محادثات جديدة لضمان إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في غزة. وكشفت مصادر الحدث عن جولة ثانية مرتقبة اليوم لاجتماع رئيس الموساد الإسرائيلي برئيس الوزراء القطري وبحضور مدير CIA. مصادر الحدث قالت إن اللقاء سيبحث صفقة تبادل أسرى محتملة مع حماس، إلى جانب مخاطر مواجهة أقليمية وملف الملاحة في البحر الأحمر.
ينضم إلينا من واشنطن السفير جيمس جيفري الباحث في معهد ويلسون. أهلا بك ساعة السفير إلى 19. ما الذي يمكن أن ينتج عن هذا الاجتماع في وارسو والذي يضم قيادات قطرية إضافة إلى مدير CIA وأيضا ديفيد بارنيا؟ إن الغرض من هذا الاجتماع على حد فهمنا أن هناك مساعي للتوقف للتوصل إلى هدنة ثانية، وبحيث يتم إطلاق سراح الرهائن من جانب حماس مقابل الأسرى من الإسرائيليين. لا نعلم مدى التقدم الذي تم إحرازه ومدى التقارب بين الأطراف، لكن هذا لا يزال احتمالا قائما. طيب، اليوم كان هناك زيارة كما بات معروفا للويد أوستن إلى إسرائيل، ودائما كانت واشنطن بالآونة الأخيرة تضغط باتجاه أن تحدد إسرائيل سقفا زمنيا لعملياتها، قيل أواخر هذا العام، والانتقال إلى مرحلة جديدة تكون فيها العمليات أكثر دقة وتركز فقط على قيادة حماس. هل نجح أوستن بانتزاع أي وعود من الجانب الإسرائيلي في هذا الشأن؟ لقد حصل على وعود مؤكدة بشأن تقديم المساعدات الإنسانية، لكن الجانب الإسرائيلي أكد له أن الكثافة العالية للعمليات البرية التي تجري قد تستمر لبضعة أسابيع، ولأن إسرائيل قد تكون قد لم تحقق بعد ما الذي يجب تحقيقه، لذا فإنها سوف تعمل على شن عمليات مكافحة للإرهاب وترمي من خلالها لأماكن اختباء حماس تحت الأرض وبين السكان. لذا أعتقد أن الوزير أوستن قد نجح في انتزاع تلك الوعود. طيب، تقديم المساعدات الإنسانية بأي إطار؟ أمران، الجانب الإسرائيلي لديه قدرة أكبر في هذه الفترة لفتح بعض المعابر من إسرائيل بصورة مباشرة إلى غزة، وما تقوم به مصر والولايات المتحدة وإسرائيل والوكالات الإنسانية التي تعمل في غزة، كلهم يسعون بالعمل من أجل تسريع إدخال أعداد أكبر من الشاحنات. هذه هي المشكلة الأساسية التي تعترضنا الآن في تأمين الممرات الآمنة. طيب، أيضا هناك يعني مرتقب أن يتم الاتفاق على بعض البنود فيما يتعلق بالقرار الإماراتي المقدم لوقف دائم أو لوقف لإطلاق النار، وكانت واشنطن وضعت فيتو عليه في الجلسة الماضية. من المرتقب أن تكون الجلسة يوم الأربعاء، ويقال بأنه يبحث بتعديل بعض البنود، وهذه المرة واشنطن لن تضع يعني هذا الفيتو، سيتم التصويت عليه. هل لك أن تخبرنا ما البنود التي تم تعديلها، يعني ما الذي تم الاتفاق على تعديله لتقبل واشنطن بتمرير مشروع القانون الذي عارضته في المرة الأخيرة؟ لا أعلم تماما إذا ما سوف يتم قبول هذا القرار، لكن في الحد الأدنى يجب أن يدين حماس. بصرف النظر عن ذلك وبصرف النظر عما يتم فعله، سوف يكون مركزا على مسألة دعم واشنطن لإسرائيل من حيث تقديم السلاح والخدمات الاستخباراتية، وهذه المسألة سوف تستمر دون أدنى شك بصرف النظر عما يحدث في أروقة مجلس الأمن. طيب، على صعيد آخر فيما يتعلق بموضوع الهدنة أو تبادل الأسرى، هل هناك يعني وعود من الجانب الأمريكي بما أن الولايات المتحدة إضافة إلى مصر وقطر ترعى هذه العملية، وكانت إسرائيل تقول بأنها لن تقبل بوقف دائم ومستدام لإطلاق النار، هذا ما تطالب به حماس، هل هناك أي تغيير بالشرط الإسرائيلي هذا؟ There's no doubt.
مما لا شك فيه. إذا ما حماس أصرت على استهداف في إسرائيل فلن يكون هناك أي اتفاق ولن يكون هناك أي ضغوط من قبل الولايات المتحدة على إسرائيل لتوقف القتال. الولايات المتحدة مع وإسرائيل ملتزمتان بتدمير حماس، هذا لأننا نرغب بالحصول على شرق أوسط آمن والتوصل إلى حل الدولتين. نود أن نرسم مستقبلا لغزة لا تكون حماس جزءا منه، ولا يمكن أن نقبل استمرارية منادات حماس بالتخلص من إسرائيل وتدميرها. طيب، تتحدثون عن حل الدولتين، ولكن إسرائيل نفسها لا تقبل بهذا الحل. يعني منذ يومين كان واضحا رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما قال بأن اتفاق أوسلو كان خطأ ولن نقبل بحل الدولتين. هذا موقف سياسي صادر عن شخصية سياسية. إننا نتحدث عن دولة إسرائيل ونتحدث عن موقفها في الفترة الحالية بالمقارنة مع موقفها التفاوضي في أعقاب هزيمة حماس. أعتقد أن ثمة مفاوضات كثيرة قد تحدث وسوف يكون هناك تغير في المواقف من قبل كافة الأطراف. شكرا جزيلا لك السفير جيمس جيفري الباحث في معهد ويلسون، حدثتنا من واشنطن. قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إن مجموعة قرصنة على صلة سابقة بإسرائيل تبنت هجوما سيبرانيا عطل محطات وقود في إيران. قبل ذلك قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن هجوما سيبرانيا محتملا قد يكون وراء وقوع خلل في محطات وقود في معظم مدن البلاد. وقالت الوكالة إن وزارة النفط تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة. قد لا يخطر على بال الكثير منا أن عصفورا مفترسا بمقدوره شل حركة بلاد بأكملها وإحداث اضطراب أمني وطوارئ سياسية فيها. حدث ذلك فعلا اليوم وفي إيران تحديدا، حين عطلت مجموعة قراصنة تسمي نفسها العصفور المفترس العديد من محطات الوقود. هذا الخبر أكدته وزارة النفط الإيرانية وقالت إن ما يقارب من 60% من محطات الوقود في البلاد باتت خارج الخدمة. وقدر كثير من المراقبين أن ما حدث اليوم ليس جديدا، فهو جزء من حرب سيبرانية خرجت للعلن طرفاها إسرائيل وإيران. وينظر هؤلاء إلى هذه الحرب على أنها معركة بديلة حتى لا تتورط إسرائيل وإيران في فتح مواجهة عسكرية مباشرة. وعلى مدار أعوام تخوض إسرائيل وإيران حربا سيبرانية ضد بعضهما البعض في إطار التصعيد الدائر في الشرق الأوسط. ومن ذلك مثلا أن إيران تركز في هجماتها الإلكترونية على إسرائيل عبر استهداف المنشآت العسكرية وشركات تصنيع السلاح. ومع تسارع سباق التسلح السيبراني واكتساب إيران لقدرات أكثر تعقيدا، باتت المنظمات الحيوية الإسرائيلية أكثر عرضة لهذه الهجمات. ولتعزيز حضورها في مجال القرصنة حشدت طهران لمواجهة تل أبيب قدراتها في المجال السيبراني، وهو ما فسره مراقبون بأنه توسعة لنطاق الصراع السيبراني، محذرين من أن تكون له تأثيرات مهمة خلال المرحلة المقبلة. وبخلاف إيران تعمل إسرائيل دوما على استهداف المنشآت النووية الإيرانية والموانئ والممرات الملاحية بهجماتها الإلكترونية. وعلى هذا الأساس تحولت الحرب السيبرانية إلى جزء لا يتجزأ مما يسمى في الجيش الإسرائيلي بمعركة ما بين الحروب.
من عمان ينضم إلينا رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية الدكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل. يعني هل فعلا هذه الحرب يمكن أن تكون بديلا عن المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران، بما أنه يعني هذا ما يقول مراقبون بأن البلدين يعني يعتمدان على أن لا تتحول المواجهة مباشرة بينهما وإنما مواجهة سيبرانية؟ مساء الخير. يعني في واقع الأمر هي أحد الأدوات للصراع ما بين الطرفين، خصوصا يعني كريستيان إحنا بنتحدث على أن لدى إيران جيش فضاء متقدم وهو أحد الأذرع الرقمية التي يستخدمها النظام الإيراني لشن هجمات على الجانب الإسرائيلي وكرد فعل على الهجمات الإلكترونية التي قامت بها إسرائيل، استهدفت تخريب المنشآت النووية الإيرانية لا سيما منشأة ناتانز اللي شنت عليه 2 من هذه الحروب، ثم استهدفت منشآت عسكرية مهمة مثل منشأة بارشين، وتبع ذلك هجمات فيروسية طالت عدد أيضا من المنشآت الحيوية والحساسة داخل إيران مثل فيروس ستاكس نت اللي عطل جزء من أجهزة الطرد المركزية في إيران وأخرجها عن الخدمة. في واقع الأمر يعني الإيرانيين عادة كريستيان بيلجوا إلى مثل هذه الهجمات كرد على عمليات التخريب من ناحية، كرد على عمليات استهداف العلماء النوويين الإيرانيين وكان آخرهم محسن فخري زادة، كرد أيضا على استهداف قطاعات حيوية وحساسة داخل إيران مثل البرنامج الصاروخي، البرنامج الفضائي الإيراني، برنامج الطائرات المسيرة، هذا بالإضافة إلى قطاعات حيوية حساسة مثل قطاع الصحة، قطاع المياه، قطاع الشحن، قطاع الموانئ و قطاع حتى الطاقة. يعني كان هنالك عدد من الهجمات السيبرانية التي قامت بها إسرائيل، استهدفت محطات الوقود، وهذا أحدث إرباك كبير داخل إيران خصوصا في فترة كانت تشهد فيها إيران إضرابات على امتداد الجغرافيا الإيرانية. بعتقد أن الأمور مرشحة في هذا الجانب، وكما تفضلت كريستيان هي يعني أحد الأدوات لمكاسرة الإرادات السياسية والأمنية ما بين الجانب الإيراني وما بين إسرائيل. بموازاة ذلك يعني إحنا اليوم نتحدث على أنه حتى الجانب الإيراني يلجأ إلى ما يسمى بحروب الظل من خلال عدد من التنظيمات الشبحية الموجودة. طيب بالفعل يعني دكتور هذا ما كنت سأسألك عنه، بأن إسرائيل متقدمة بالجانب السيبراني على إيران، وبالتالي هل تعتقد بأنه الرد الإيراني يمكن أن يكون عبر أذرعهم في المنطقة أم ليس بالضرورة؟ قد يكون ذلك، وهذا وارد جدا لأنه الإيرانيين نوعوا هذه الخيارات عبر توظيف وكلاءهم وأذرعهم الموجودين عبر الحريق الإقليمي كساحة لتبادل الرسائل مع الجانب الإسرائيلي، سواء من خلال جبهة جنوب لبنان أو من خلال جنوب سوريا الجولان أو من خلال الحركة الحوثية التي تخوض حاليا مواجهة من خلال استهداف السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب. واليوم كان يعني الأردن كانت أحد هذه الساحات، يعني أنت شفت استمعت اليوم إلى الناطق العسكري الأردني اللي تحدث عن عمليات تهريب غير مسبوقة كانت الميليشيات الإيرانية تريد تهريب ليس فقط المخدرات والسلاح بل أيضا السلاح الصاروخي من خلال عدد من المسلحين المدربين بطريقة عالية، وربما هذا يعكس وجود قرار سياسي من جانب الباسداران الحرس الثوري الإيراني مدعوم من الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري لمحاولة إشغال الساحة الأردنية عبر تهريب السلاح سواء لاستهداف المصالح الغربية وإرباك المشهد السياسي والأمني داخل الأردن، وربما أيضا انطلاق عمليات من داخل الأراضي الأردنية باتجاه إسرائيل. أعتقد أن الإيرانيين عادة كريستيان بنوعوا هذه الخيارات، خصوصا أن هذه الأوراق وترتيبها مهم بالنسبة للجانب الإيراني. مثلا موضوع الحوثيين الآن وتوظيفه من خلال باب المندب هو الأكثر مواءمة وملائمة لتوسيع نطاق الحرب مع إسرائيل، خصوصا أنه أولا الوضع الاستراتيجي القرب من الممرات المائية والاستراتيجية لتعطيل عمليات الشحن والإمداد. أنت بتعرفي كريستيانو يوميا عم بمر 3.5 مليون برميل يوميا و 17,000 سفينة بتمر من خلال هذا المضيق. الأمر الثاني هو صعوبة عمليات الانتقام الإسرائيلي، خاصة أنه استهداف إسرائيل للحوثيين ليس كاستهداف حزب الله على اعتبار أنها الورقة الرابحة بالنسبة للجانب الإيراني، وأيضا عدم انضباط الحركة الحوثية بديناميكيات السياسة الداخلية والتوازنات على خلاف حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى أنه تزايد أهمية الحوثيين كورقة أساسية
وانت بتعرفي كريستيان انه الان الايرانيين بيلجؤوا الى سياستين مهمتين. السياسه الاولى هي تخادم الملفات، بمعنى توظيف هذه الازمات ووكلائها واذرعها لتحقيق اكبر قدر من المكاسب من خلال الصفقه النوويه، والامر الاخر تكييش الملفات او تسريع الملفات، بمعنى ان ايران تستطيع من خلال استثمار هذه الازمات لإفراج عن أموالها المحجوزة في الدول الغربية، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي. نعم. روسيا. طيب وبالفعل تعقيبا على كلامكم، شركة CMA CGM الآن تقول بأن جميع الحاويات المقرر لها المرور عبر البحر الأحمر أخبرت بالوصول إلى المناطق الآمنة وإيقاف الرحلة حتى إشعار آخر. بالعودة إلى الحرب السيبرانية بين الجهتين دكتور عتوم، دائما إسرائيل تستهدف المنشآت النووية الإيرانية ونعلم نتائج هذه الاستهدافات، ولكن حتى وإن كانت إيران تعلن عن استهداف مصانع الأسلحة الإسرائيلية لا يتم الحديث كثيرا عن فعليا ما يتم استهدافه أو ما يتم تخريبه، لماذا برأيكم؟ يعني ربما أنه الجانب الإسرائيلي عادة لا يريد أن يبدو بموقف ضعيف جدا، خصوصا مع زيادة وتيرة العمليات التي تقوم بها إيران من خلال وكلائها وأذرعها الموجودين في المنطقة، وبالتالي هي تريد أن تظهر دائما بمظهر القوي وأنها غير مستهدفة. لكن في نهاية المطاف يعني كان هنالك جيوش ظل تتبع للجيش الإلكتروني الإيراني مثل بلاك شادو وغيرها من هذه المنظمات التي لجأت إلى استهداف عدد من المنشآت الحيوية والاستراتيجية داخل إسرائيل، الدخول على القطاع الصحي، قطاع التأمينات، أيضا حركة الشحن، وأيضا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وإذا أنت بتتذكري نفتالي بنت في العام 2019 كان هنالك عملية استهداف واختراق لمكتبه، وأعلنت هذا التنظيم اللي هو بلاك شادو عن نيته نشر جميع المعلومات إذا لم يتم دفع مبلغ مالي بحدود 10 مليون دولار. رفضت إسرائيل ذلك، وتمت القصة المشهورة، قام هذا التنظيم الإلكتروني الشبحي بنشر كثير من المعلومات على الإنترنت. فبالتالي أنا بعتقد أنه الأمور مرشحة للتصعيد في هذا الأمر، وقد نشهد عمليات إلكترونية، لكن في نهاية المطاف هي تبقى أحد الأدوات المهمة التي يلجأ إليها الطرفين الإسرائيلي والإيراني لتصفية الحسابات بين بعضهما البعض. لكنها يعني هذا قد يخفف من وطأة المواجهة العسكرية المباشرة، وأنت بتعرف يعني كريستيان الإيرانيين غير معنيين بالتصعيد مع الجانب الإسرائيلي. وأكبر مثال على ذلك خرج علينا قبل أقل من أسبوعين جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني في لقاء مع أحد وسائل الإعلام الإيراني وقال نحن صحيح أننا معنيين بالدفاع عن المستضعفين حسب الدستور الإيراني، لكننا في نهاية المطاف لن نخوض الحرب نيابة عنهم، بمعنى أن الإيرانيين لن يقوموا بالدخول في أي حرب أو في أي مواجهة مباشرة سواء مع الجانب الإسرائيلي أو مع الولايات المتحدة الأمريكية. والإيرانيين يعني أنا درست في إيران، عادة كانوا يدرسون في مادة السياسة الخارجية نظرية المصدات، بمعنى أن إيران لديها كثير من المصدات التي استطاعت بناءها عبر بعد انتصار الثورة الإسلامية، وأخذت درس كبير من خلال الحرب العراقية الإيرانية بأنها لن تخوض الحرب مباشرة نيابة عن أحد وليس دفاعا عن أحد، بل على العكس من ذلك تماما. أنها سوف تلجأ كما قال حسين السلامي قائد الحرس الثوري الإيراني إلى نقل المعارك خارج حدودها. شكرا جزيلا لك رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية الدكتور نبيل العتوم، شكرا لك، كنت معنا من عمان. في 19 أيضا ولكن بعد الفاصل، وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إنه لا يريد حربا مع لبنان، وباريس تدعو الجانبين إلى تطبيق القرار 1701. تابع الحدث في مكانه وزمانه.
أحييكم من جديد. دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من تل أبيب دعا حزب الله في لبنان إلى تجنب توسيع النزاع. من جهته قال وزير الدفاع الإسرائيلي إن إسرائيل لا تبحث عن حروب جديدة وهي تسعى للسبل الدبلوماسية لتضمن أن حزب الله لا يهدد الإسرائيليين في الشمال، خصوصا وأن لديها 75 ألف لاجئ إسرائيلي من الشمال. وتابع قائلا إن إسرائيل ستخلق واقعا جديدا وستستعيد الأمن في المنطقة وستندفع حزب الله أو ستدفع حزب الله بعيدا عن حدودها الشمالية. وخلال زيارتها الثانية لبيروت منذ هجوم 7 أكتوبر، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترينا كولونا إن هناك خطرا من استمرار دوامة العنف، مضيفة أن مستوى الخطر على جانبي الخط الأزرق مرتفع وخطير جدا، ويجب على جميع الأطراف وقف العنف لتفادي إشعال المنطقة. الوزيرة الفرنسية رأت أن الدبلوماسية وتخفيض التوتر هما الحل الوحيد، وأن لبنان إذا غرق في الحرب فلن يتعافى على حد تعبيرها. وأكدت كولونا أنه من مصلحة الجميع العودة إلى القرار 1701، وأن لبنان في موقع ضعف والوضع صعب، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس. أما قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، فأكد قائدها أن الوضع في جنوب لبنان متوتر وخطير مع تصاعد التوتر بين حزب الله وإسرائيل، موضحا أن اليونيفيل تسعى للحفاظ على الوضع الراهن ولعب دور الوساطة لتجنب الأخطاء الحسابية أو التفسيرات التي قد تكون سببا جديدا للتصعيد. قائد اليونيفيل أكد أيضا أن حزب الله يستخدم أسلحة بعيدة المدى أكثر فيما تنتهك إسرائيل المجال الجوي اللبناني، مشيرا إلى أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت تراجعا لتبادل النيران. من بيروت ينضم إلينا العميد خليل الحلو الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. أهلا بك سيادة العميد. بالسابق كان يقال بأن إسرائيل تستدرج حزب الله إلى مواجهة على الحدود الشمالية لها، واليوم تتحدث وتشدد إن كان يعني هذا المسؤول الإسرائيلي أو حتى بنيامين نتنياهو في مؤتمره الصحفي منذ يومين شددا على اللجوء أو تفضيل الوسائل الدبلوماسية لعدم المواجهة. كيف تقرأ هذا التغير بالموقف الإسرائيلي؟ نعم، هذا التغير في الموقف الإسرائيلي ناتج عن الإرادة الأمريكية أو الضغط الأمريكي. يعني الحليف الاستراتيجي الوحيد لإسرائيل هو الولايات المتحدة، ومنذ اليوم الأول لهذه الحرب الولايات المتحدة تريد حصر هذه الحرب في غزة، وتريد تفادي توسعها باتجاه لبنان، خاصة لأن أي عملية إسرائيلية باتجاه حزب الله في لبنان ممكن أن تؤدي إلى توريط القوات الأمريكية في المنطقة في مواجهة مفتوحة مع إيران ومحلفاء إيران. وهناك مؤشرات بدت بشكل واضح، أكان في العراق أو في سوريا أو حتى من جانب اليمن. أريد أن أذكر أن الإسرائيليين طلبوا عدة مرات من الأمريكيين أن تبدأ الحرب في لبنان وليس في غزة، يعني على حزب الله قبل أن تبدأ على حماس، ولكن الأمريكيون رفضوا. ومنذ أكثر من شهر يعني لا ينفك المسؤولون الأمريكيون الكبار، يعني من وزير الدفاع إلى وزير الخارجية إلى مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إلى الرئيس بايدن بنفسه، لتذكير الإسرائيليين في الإعلام وبلهجة قوية جدا لعدم القيام بأي عمل واسع في لبنان. في المقابل حزب الله يعرف أن هناك ضغط أمريكي، وبالتالي لعب تحت سقف مرتفع واستعمل كما ذكر قائد اليونيفيل أسلحة لم يستعملها قبلا، وبلغت وتيرة العمليات أكثر من 20 عملية يوميا عبر الحدود،
وكان البادئ دائما حزب الله، وهو بدأ في كل تصريحه كان يقول أنه مساندة لغزة يقوم بكذا وكذا. وعن لسان السيد حسن نصر الله أن حزب الله قرر الدخول في المعركة مساندة لغزة. هذه المعركة لم تساند غزة بأي شكل من الأشكال، ولم تخفف الضغط على غزة. وهذا القرار، القرار 1701، كان يخرق باستمرار. ولكن ربما انخفاض وتيرة هذا التصعيد خلال الأيام الماضية الملحوظ ربما هو مؤشر إلى أن العمل الدبلوماسي ينفع. ولكن أتساءل، طيب، ولكن سيادة العميد، ما هو العمل الدبلوماسي؟ العمل الدبلوماسي الذي يعني يقال بأنه إذا لم ينفذ القرار 1701 من خلال الأعمال العسكرية فإنه سيتم تنفيذه من خلال المفاوضات، هل وارد أن يقبل حزب الله خلال المفاوضات بأن ينسحب إلى ما بعد الليطاني؟ يعني إذا تصورنا أن حزب الله قبل بالانسحاب إلى شمال الليطاني، أي ذريعة تبقى لسلاحه؟ فهو يقول أن سلاحه هو لتحرير مزارع شبعة. عندما ينسحب من الجنوب فأين هو هذا التحرير؟ وهو يقول أن سلاحه هو على طريق القدس، وهو يتحدث عن قرى الجليل الإسرائيلية بأنها قرى لبنانية محتلة. يعني هذا الخطاب الذي نسمعه يوميا على يعني وسائل الإعلام التابعة لحزب الله. إذا قبل حزب الله بالانسحاب فهذا يعني أنه يقبل بالتخلي عن فكرة المقاومة، وهذا برأيي سيضعفه كثيرا في جبهته الداخلية. لذلك أرى صعوبة كبيرة في انسحابه. أساسا عندما قبل بالقرار 1701 في العام 2006، هذا القرار لم يطبقه حزب الله يوما واحدا. فعلى مرأى من الجميع ومن الجيش اللبناني كان حزب الله يمرر السلاح والعتاد إلى جنوب لبنان، وعلى مرأى من اليونيفيل، وكان كلما الجيش اللبناني يعترض مرور هذه الأسلحة وهذا العتاد، كانت السلطة السياسية تأمر الجيش بترك هذا العتاد يمر إلى الجنوب. يعني أرى صعوبة كبيرة في التطبيق. طيب، ولكن اليوم إيران سيادة العميد تستخدم يعني بين أذرعها في المنطقة تستخدم الحوثيين لعرقلة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وحتى الآن تحيد حزب الله عن مواجهة، يعني غير المواجهة طبعا المحدودة، ولكن المواجهة الكاملة والانخراط فعلا في هذه الحرب. برأيك لماذا تحييد الحزب؟ يعني هل بعد يعني لأن إيران يعني تعتقد بأنه يمكن أن يلعب دور بمكان آخر أو بظرف آخر، والآن الدور يعطى فقط للحوثيين؟ نعم، حزب الله هو بالنسبة لإيران، بالنسبة لهذه الأجندة، يعني عدا عن أجندته الداخلية في لبنان والسيطرة على كل شيء في لبنان، الأجندة الإيرانية لحزب الله هي للدفاع عن إيران وللقيام بعمل ما في حال استهدف البرنامج النووي الإيراني بشكل جدي. يعني إسرائيل خلال السنوات الماضية بذلت جهدا كبيرا لضرب البرنامج النووي الإيراني، من اغتيال علماء الذرة الإيرانيين إلى استهداف إيران مباشرة في عدة مراكز نووية في إيران. ولكن يعني بالنسبة لإيران، إذا كان النظام مهدداً أو البرنامج النووي مهدداً، فحزب الله هو رأس الحربة، وليس فلسطين ولا الحوثيين ولا يعني حركة حماس. والدليل عندما حماس فتحت المعركة وطلبت من إيران بشكل واضح التدخل لصالحها، إيران قالت أنها لن تتدخل. وبالتالي إيران تزج حزب الله في المعركة في حال تعرضت هي لأي عمل عسكري سواء من قبل إسرائيل أو من غير إسرائيل، أو إذا نظامها أصبح مهددا بطريقة أو بأخرى. لذلك لن تضحي إيران بحزب الله في معركة مثل هذه. ولكن الوضع معقد جدا، يعني لا أعرف إلى أي مدى يمكن للغرب وللولايات المتحدة ولكافة اللاعبين في الشرق الأوسط الوثوق بأن حزب الله سيبقى في جنوب الليطاني ويطبق القرار 1701، أو يعني بتعبير آخر إذا بقي في جنوب الليطاني سيبقى هادئا. والدليل أنه لم يبقى هادئا هذه المرة ولا في السابق.
نعم، شكرا جزيلا لك العميد خليل الحلو الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، كنت معنا مباشرة من بيروت. في 19 أيضا ولكن بعد الفاصل، مواجهات عنيفة في ولاية الجزيرة والدعم السريع يعلن السيطرة على قاعدة عسكرية زارها البرهان مؤخرا. تتغير المعطيات فتختلف النتائج، نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة، من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار السليم. عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث. ثلاثة صواريخ وخمسة وعشرين طائرة. 67 ضربة براجمات الصواريخ. حرب المسيرات مفتوحة. ما الذي يحصل في كييف الآن؟ كيف تبدو تلك الاستعدادات وما تلك المحاور التي يمكن أن يأتي منها الهجوم الروسي هذه المرة؟ هناك حشودات في خرسون على أطراف الضفة الجنوبية من نهر دينيبرو. نحن أمام مرحلة جديدة في هذا الصراع. المنجل الاستراتيجي الروسي سيبقى كما هو، وهذه المرة الأولى التي تتعرض العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم. هل يخشون من أن روسيا يمكن أن ترد في مناطقهم؟ كان هناك تدخل أمني شديد خاصة بعد سقوط مسيرتين فوق مبنى الكرملين. هناك نوع من تضليل في هذه الحرب. هل من الممكن أن نشهد تغيراً في شكل المعارك على الأرض؟ أحييكم من جديد. نتابع من السودان، حيث تصاعدت وتيرة المواجهات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع بالقرب من مدينة ود مدني، فيما أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على قاعدة عسكرية تابعة للقوات المسلحة، وأجبرت الاشتباكات التي أسفرت عن إصابات على نزوح أكثر من 20,000 شخص للنزوح من مدني التي تستضيف حوالي 1.5 مليون من نازحي ولاية الخرطوم، فيما خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة، كما علقت المنظمات الدولية العاملة في إغاثة المتأثرين من النزاع أنشطتها. وقالت قوات الدعم السريع إن قواتها تمكنت من السيطرة على رئاسة اللواء الأول الفرقة الأولى مشاة ود مدني، إلى جانب معسكر الاحتياطي المركزي ومدخل كوبري حنتوب من ناحية الشرق. لليوم الرابع على التوالي في مدينة ود مدني، وفي سيناريو شبيه بمعارك جبل أولياء جنوب الخرطوم الشهر الماضي، تتواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط حركة نزوح متسارعة مع احتدام المعارك. ووفق مصادر الحدث، فإن وسائل نقل المدينة تشهد ازدحاما كبيرا، حيث يحاول سكانها المغادرة إلى الولايات الشرقية والجنوبية هربا من القتال، بعد أن نزح نحو 500,000 سوداني إلى ولاية الجزيرة منذ اندلاع النزاع العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي،
وفي ظل الأوضاع التي وصفت بالكارثية في ود مدني، أكدت التقارير أن النساء والأطفال وكبار السن يسيرون على الأقدام ساعات طويلة مع عدم توفر وسائل النقل وانعدام الوقود في المدينة، في حين أن معظم الفارين من القتال نزحوا نحو مناطق آمنة في مدينتي سنار والغدارف، وهذه المدن أصلا تحتضن ملايين النازحين من الخرطوم. في موازاة هذا التطور، فرضت 5 ولايات سودانية تدابير أمنية مشددة شملت حظر تجوال ومنع تجمعات المواطنين، كما نفذت الأجهزة الأمنية في بعض المدن حملات اعتقالات واسعة طالت عددا من المتعاونين مع قوات الدعم السريع. ومن بين هذه الولايات التي أعلنت حظر التجوال الجزيرة والنيل الأبيض، سنار، الغدارف الشمالية، وأيضا إضافة إلى إذن الشمالية في أقصى شمال البلاد. من القاهرة ينضم إلينا السكرتير السياسي للحزب الاتحادي والقيادي في قوى الحرية والتغيير محمد صادق. أهلا بك أستاذ محمد. كيف نفسر هذه الأنباء اليوم عن أن القوات الدعم السريع سيطرت على قاعدة عسكرية كان زارها البرهان، الذي أعلن بالأمس سيطرته على مدينة ود مدني؟ يعني هل هناك أي معلومات تؤكد من الجهة التي تسيطر فعلا على المدينة؟ مساء الخير وتحية لك ولمشاهدي الحدث الكرام. كنا قد أعلنا سابقا أننا نرفض وندين توسع رقعة الحرب إلى الولايات الآمنة والولايات التي نزح إليها عدد كبير من المواطنين، لأن هذا سيزيد من معاناة المدنيين وسيزيد أيضا من معاناة النازحين. لذلك نطالب فورا بإيقاف هذه الحرب اللعينة التي شكلت مأساة كبيرة لشعبنا السوداني، وأن يتم الانخراط في مفاوضات منبر جدة بصورة جادة وبدعم من الإيجاد والمجتمع الدولي، وصولا لوقف إطلاق نار دائم وشامل في كل السودان، تخفيفا عن معاناة المواطنين. بالنسبة لأحداث ود مدني الأخيرة، صحيح فعلا تواترت الأنباء وشاهدنا فيديوهات لقوات من الدعم السريع في رئاسة اللواء الأول مشاة كما هو يعرض الآن في الشاشة وفي كوبري حنتوب. نحن ندين هذا المسلك وهذا السلوك في توسيع رقعة الحرب. لا بد من أن نحصر هذه الحرب في منطقة معينة ولا ندعها تتمدد حتى نستطيع أن نصل إلى ما نريده عبر المفاوضات التي يجب أن يكون وقف إطلاق النار بدون قيد أو شرط لصالح المواطنين. هذه أخبار مؤسفة ومزعجة التي نسمعها من مدينة ود مدني، ونسأل الله السلامة لأهلنا ومواطنينا في ولاية الجزيرة، لأن الحرب هي أصلا في حد ذاتها انتهاك لحقوق المدنيين والمواطنين، ونحن نقف مع المواطن دوما وابدا. طيب بما انك تتحدث عن المواطن، لماذا برايكم نقلت المعارك الى هذه البقعه التي كانت تعتبر اخر ملاذ امن للمواطنين الفارين من جحيم الاشتباكات في مناطق اخرى في السودان؟ هي صحيح مدينة ود مدني ولاية الجزيرة من المناطق النزوح الكبيرة، بالإضافة إلى ولايات القضارف وسنار والشمالية ونهر النيل والبعض في ولاية البحر الأحمر في بورسودان، بالإضافة إلى حركة اللجوء للخارج في تشاد وجمهورية مصر العربية وجنوب السودان. هذه حرب تشكل معاناة. أما لماذا تمددت وتوسعت إلى ولاية الجزيرة فهذا يسأل عليه القائمون على هذا الأمر. نحن نرفض هذا السلوك، نرفض أن تتمدد إلى مناطق آمنة بها مواطنين، ونرجو من الطرفين
أن يعلو صوت العقل والحكمة لديهما بأن نذهب إلى مفاوضات جدة وصولا لوقف إطلاق نار دائم وشامل بدون طيب ولكن يعني يقول المراقبون نعلي مصلحة السودان نعم بأن من القومي يسيطر على ود مدني يسيطر على كل المناطق المحيطة، وبالتالي هل تعتقد بأن هناك أي توجه من قبل الطرفين إلى طاولة المفاوضات قبل حسم هذه المعركة لأهميتها؟ صحيح سؤالك من ناحية استراتيجية هو صحيح، مدينة ود مدني تشكل عمقا استراتيجيا كبيرا لكل جمهورية السودان، وكما نعلم بها مشروع الجزيرة الذي ظل الاقتصاد السودان على مدى عشرات السنين يعتمد عليه اعتمادا كاملا، بالإضافة إلى قطاع السكر ومشاريع اقتصادية أخرى كثيرة. ومع النظر إلى الخراب الذي حدث في مصانع ولاية الخرطوم وتعطل أكثر من 90% من مصانع ولاية الخرطوم، تظل الجزيرة هي القاعدة التي يمكن أن يبنى. شكرا جزيلا لك السكرتير السياسي للحزب الاتحاد الموحد والقيادي في قوى الحرية والتغيير محمد صادق، أعتذر ولكن انتهى وقت البرنامج، شكرا جزيلا لك. ختام ساعتي 9:00 إلى اللقاء.